والآن وقتا ممتعا نرجوه لكم مع فيلم فتح الأندلس. وصلنا أخيرا. هو مضيق جبل طارق يبدو واضحا من هنا. منظر جميل أليس كذلك؟ لما سمي بمضيق جبل طارق يا جدي؟ انظر، هل ترى ذلك الجبل البعيد تجاه سبتة بالضبط؟ نعم، ذلك الجبل يدعى جبل طارق، وقد أخذ المضيق اسمه من اسم ذلك الجبل. جبل طارق؟ لماذا سمي ذلك الجبل جبل طارق؟ الحديث يطول، ولا بد أن أحدثك أولا عن بطل عربي مسلم. هيا بنا نجلس هناك. الحمد لله، هذه المنطقة تطل على البحر الأبيض المتوسط الذي ولدت على شواطئه أهم الحضارات، وهذا المضيق هو الأشهر في الدنيا، فهو يربط المتوسط بالأطلسي. القائد المسلم الذي أعطى هذا المضيق اسمه الذي عرف به وتمت على يديه أهم الفتوحات الإسلامية كان أول من وطئت قدماه أرض الأندلس. إنه طارق بن زياد، أليس كذلك؟ نعم، هنا في طنجة جهز ذلك البطل جيش المسلمين للجهاد. لقد كان واليا عليها من قبل الأمير موسى بن نصير، ولا شك أنه أطل على الأندلس من المكان الذي نطل منه الآن. أثبت طارق جدارته كقائد حربي كبير في القيروان، مقر موسى بن نصير الذي كان واليا على شمال إفريقيا. كان ذا قلب شجاع لا يهاب الموت، أعطيت له القيادة ولم يطلبها قط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا طارق بن زياد، لقد استدعيت لمقابلة الأمير. تفضل يا سيدي. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك، اجلس أيها القائد. لقد سمعت عن بطولاتك وشجاعتك التي أظهرتها في القضاء على التمرد الأخير ضد أمير المؤمنين. أنا فخور بك. وأنا رهن إشارتك يا سيدي. لقد فر من بقي من رؤوس الفتنة إلى الجبال، ولكنهم لن يصمدوا طويلا. على أي حال، دعنا من هذا الأمر الآن. لقد دعوتك لسبب آخر. كتبت إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك رسالة أخبره فيها عن أحوال الناس في الأندلس وما يلحق بهم من ظلم واضطهاد. أنت تعلم أن الطريق طويل وشاق وهو خطر أيضا، ولكنني أثق بشجاعتك. لم أجد خيرا منك لتسليم هذه الرسالة إلى قصر الخلافة في دمشق. سلمها لأمير المؤمنين باليد. الأرض تزغرد حين ترى بطل الإسلام بها عبر، وتباهي الكون بجبهته إن صلى فيها أو ذكر. الخيول عطشة، هناك نهر قريب أمامنا أيها القائد، فلنتجه إليه. لا لا، ينبغي أن ترتاح الخيول قبل أن تشرب. أمضيت سنوات طويلة وأنا أعمل كدليل في هذه الطرق الخطيرة، ينبغي أن نكون على حذر، فقطاع الطرق يطمعون بهذه الخيول العربية الأصيلة. هيا لنتابع المسير، فطريقنا طويلة. هذا صحيح يا سيدي،
لقد قطعت هذه المسافة في 40 يوما وكنت أسير دون توقف. وكم ستطول الرحلة هذه المرة؟ لقد بدأنا بداية طيبة، الأمر يرجع إلى صبركم وسرعتكم. بل لعله يرجع إلى دليلنا الشيخ. أيها القائد، لا يغرك الشيب في رأسي، لقد أمضيت حياتي كلها على ظهر الفرس. سوف نرى ذلك، هيا بنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. اصعد لترتاح من عناء السفر، وسأقوم أنا بإطعام الخيل. الحساء الذي أقدمه لزبائني لذيذ جدا، هنيئا لكم أيها الرجال. بارك الله فيك. هيا نأكل، بسم الله. ها، تذكرت، قل لي، هل قمت بإطعام الخيل يا يوسف؟ لقد أصر الخادم على إطعامها بنفسه يا سيدي. القاعدة الأولى في الحيطة والحذر أن نقوم بإطعام الخيل بأنفسنا يا يوسف. سأقوم بذلك حالا يا سيدي. أهلا، أهلا وسهلا. على ما أظن الرحلة إلى الشام، أليس كذلك يا سيدي؟ سمعنا أن قطاع الطرق نشطون هذه الأيام. فعلا يا سيدي، لقد قاموا بنهب إحدى القوافل قبل أيام. يجب أن ننتبه ونحذر. إنه مضيق شديد الخطورة. صدقت، ربما كان هناك من يتربص بنا، ألا يوجد ممر آخر؟ ربما، ولكننا سنضيع وقتا طويلا لنصل إليه. اسمعوني جيدا أيها الرجال، سنستريح عند مدخل المضيق متظاهرين بالأمان، ثم نتحرك بسرعة باتجاه المضيق، فإذا كان هناك من يكيد لنا قضينا عليه. هيا يا رجال. يجب أن نجهز الأقواس والسهام ونستعد لاستخدامها في الوقت المناسب. لا يبدو أن هناك من يتربص بنا، ولكن ربما كان اللصوص متخفين تماما عن الأنظار. على بركة الله. إلى الأمام، لن تفلتوا من أيدينا. أقضي عليكم. لن أدعك تنجو بهذه السهولة. الحمد لله، لم يصب أحد منا بسوء. كنا على وشك الهلاك. ها؟ يوسف، ما بك؟ يا حفيظ. استرح، ستكون بخير إن شاء الله. الحمد لله أنكم سالمون. يجب أن لا تكثر الكلام، استرح. يجب أن نعود بيوسف إلى الخان، ولكن مهم أن نصفي حسابنا مع اللصوص. هيا. أيها الضعفاء، لقد تصرفتم بدون أي ذكاء وهربتم كما يهرب الفأر المذعور. تدعون دائما أن بإمكانكم أن تسقطوا الطائرة وهو يحلق في السماء. أخبروني،
ماذا أصابكم؟ أحدهم في الأعلى. فرقوا جميعا. أيها الزعيم هنا. عمان تبحث. إنني قائد من قواد الأمير موسى بن نصير، أرجو منك العناية بيوسف حتى يشفى وتسليم اللص الأسير إلى القيروان حالا. لا تجزع يا أخي العزيز، إصابتك ليست خطيرة وستتعافى بسرعة بإذن الله. أنا حزين لأنني لن أتمكن من إنجاز المهمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مضى 50 يوما، أظن أنه بقي لنا مسيرة يومين بإذن الله أيها القائد. ألم تتوقعها 40؟ على ما أذكر قلنا إن هذا الأمر مرتبط بدليلنا. نعم أنت محق يا ولدي، أرجو أن لا أكون قد أصبت بالوهن والشيخوخة. الأرض تزغرد حين ترى بطل الإسلام بها عبر، وتباهي الكون بجبهته إن صلى فيها أو ذكر. الأرض تزغرد حين ترى بطل الإسلام بها عبر، وتباهي الكون بجبهته إن صلى فيها أو ذكر. يا طارق لا تقبل أبدا بالباطل فوقي إن طار، يا طارق لا تقبل أبدا بالباطل فوقي إن دار. قد مر علي جبابرة فتأمل قد صاروا عبرا، فتأمل قد صاروا عبرا، فتأمل قد صاروا عبرا. أبي صباح الخير يا أبي. صباح الخير، كيف حالك يا زهراء؟ الحمد لله. ليت فصل الربيع يدوم إلى الأبد. انظري يا ابنتي، الأزهار تنثر شذاها الحلو في كل مكان، وأنت تنشرين البهجة في نفسي. لك الشكر يا رب. أحب فيك يا والدي شكرك الدائم لله عز وجل. وكيف لا أشكر الخالق المبدع الذي من علينا بكل هذا الجمال؟ نحن نتمتع بالطمأنينة والسلام بعد أن دان شمال إفريقية كله بدين الإسلام. شكرا لك يا رب. سيدي ما وراء؟ لقد ماذا؟ هل حصل مكروه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، استشهد الجندي المرافق للقائد طارق. لقد سقط إلى القيروان. معك حق، فقد طال غيابنا. بإذن الله سنصل قبل العصر. الأمير في المقبرة الآن يا سيدي. في المقبرة؟ مساعدك يوسف أيها القائد،
رحمه الله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها القائد الطارق. وعليكم السلام ورحمة الله، ما وراءكم؟ جئنا نستودعك الله. أين العزم؟ إلى الأندلس، سنقوم برحلة لاستكشاف أحوال الناس هناك. إنهم يعانون شتى أنواع الظلم منذ وقت طويل، وقد ازداد الظلم كثيرا في الآونة الأخيرة. أتمنى لكم النجاح في مهمتكم وأدعو الله لكم بالتوفيق. كان الله في عونكم وسدد خطاكم. أتعلم يا عمر إن ملقة التي نقترب منها هي أكبر ميناء في الأندلس كلها؟ وهل المدينة التي ولدت فيها قريبة من ملقة يا مسلم؟ سويلة تقع إلى الغرب من ملقة. مسلم، أريد أن أسألك، أنت أشقر والإسبان ليسوا كذلك؟ أمي قوطية وقد ولدت أشقر مثلها. وهل السبب في ظلم الحكام أنهم قوطيون غرباء عن الشعب الإسباني؟ لا أعتقد ذلك يا عمر. في البداية لم يكونوا ظالمين، ولكن جهلهم وتعصبهم الأعمى جعلهم كذلك. إن الحكم في الأندلس بعيد عن العدالة يا صديقي. الأندلس مليئة بمثل هذه المناظر، والظلم يزداد كل يوم. سيحرقون نصف هؤلاء الناس على الأقل. ولكن ما السبب لعداوتهم وتعذيبهم؟ إنهم ينتمون إلى المذهب الأريوثي المخالف لمذهب رجال الكنيسة، وهذا سبب العداء بين فرقتين كافرتين. إن الكفر ظلم عظيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. على طريقنا طاحونة، وستلقيان المساعدة من صاحبها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء أيها الرجل الطيب. أيها العم، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، هل من خدمة أقدمها لكما؟ إننا مسافران وأحببنا أن نلقي عليك السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أنكما تشعران بالجوع والتعب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن مضى على قدومي من شمالي أفريقية إلى هذه البلاد زمن طويل. في كل يوم يزداد عدد المسلمين هنا، وهذا يشكل خطرا كبيرا على حكام هذه البلاد. منذ 10 سنوات عندما وطئت قدماي هذه البلاد لأول مرة وأنا أتمنى قدوم المسلمين لنشر العدل والسلام،
لعلها أمنية صعبة المنال. لا تيأس أيها العم، لن يكون ذلك حلما صعب المنال إن شاء الله. إن شاء الله، ما شاء الله كان. خضب الشيب لحيتي وشعري، وأملي الوحيد أن أرى تلك الأيام قبل أن أموت. أتمنى لو بقيتما معي وقتا أطول. نتمنى ذلك أيضا أيها العم، علينا أن ندرك القافلة. نستودعك الله. الله. أرجو المعذرة، هل بإمكاننا أن نساعدكم أيها الشيخ الكبير؟ شكرا لك يا بني، ولكن لا أحد بإمكانه مساعدتنا، لقد أخذ الجنود ولدي ليحرقوه في قرطبة. وما السبب في ذلك؟ إنه من دين آخر، وكلا الفريقين متناحرين، لذلك رجال الكنيسة في عداء دائم معهم. هذا الطريق يؤدي إلى طليطلة، والطريق الآخر إلى قرطبة. شكرا لك. شكرا لك. بأمان الله، مع السلامة. أخيرا عثرنا على القافلة يا مسلم، ولكن يبدو أنهم تعرضوا لحادث ما. هيا بنا. هيا. سأقوم كل ما أملك. قاتل الله الأشرار. إشرار يا أخي. من أين ذهب اللصوص؟ هل تعرف؟ من هناك، توجهوا إلى ذلك الجبل. هيا بنا نتبعهم. لقد أضعناهم. هون عليك يا أخي، سينالون جزاءهم العادل بإذن الله. لابد أن تكون هذه قرطبة. انظر يا عمر، من هؤلاء؟ لابد أنهم من رجال جقال باش قطع الطريق. ينبغي أن ندخل المدينة قبل أن يحل الظلام. هيا بنا. ما أجمل هذه الخيول الأصيلة. هل يعرف أحد منكم أين ذهب الرجال الذين دخلوا قبل قليل؟ إلى قصر الحاكم بتاو. شكرا، شكرا لك أيها الحارس المتعاون. لم تصب هذه المرة يا عمر. أمر لا يصدق، اللصوصية في هذه البلاد ترتكب من قبل الحكام أنفسهم. أجل مسلم. ينبغي أن نبحث عن مكان نبيت فيه. مسلم انظر، لابد أنه قصر الحاكم تاو. هيا. اسمعا، لا نريد بكما سوءا، نريد هذه الخيول فقط. من كان شجاعا فليتقدم. هيا تعالوا اقتربوا ولا تخافوا. هل عدلتم عن اخذ الخيول؟ اين تذهبون؟ هيا عمر تعال انظر، رجال جقال باش يخرجون من القصر. أرني ترى أين يذهبون، فلنتبعهم بسرعة. هيا.
مسلم، لنتمهل قليلا كي لا ينتبهوا إلينا. اسمع، لا يمكننا مهاجمتهم إلا إذا كمنا لهم وباغتناهم فجأة. فكرة جيدة، هيا بنا. يا للخيبة، لقد أفلتوا منا. نعم، ها؟ ولكن لن نعود بخفي حنين. انظر، اسمع أيها الرجل، سنحاول مساعدتك إذا أخبرتنا من هو زعيمكم. جاقال باش، شريك تأو حاكم قرطبة. لقد كان حدسنا صحيحا. هكذا إذن كانوا من رجال الحاكم تاو، والآن سنشكو من إلى من. كنت أود العودة بعد بيع البضاعة التي تركها اللصوص، ولكن بعد هذه الأخبار لابد من العودة حالا. هل ستواصلان السير؟ لا، سنعود أدراجنا نحن أيضا. سنتوقف هنا لوداع العم إبراهيم، ثم نلحق بالقافلة بعد ذلك. وأنا أيضا سأرافقكما. يا إلهي، ما هذا الخراب؟ ماذا حصل؟ أمر لا يصدق. تتغمد برحمتك يا أرحم الراحمين. يا جنود الله هبوا واستعدوا للقتال. واحد، بسم الله، انطلق. ولبوا للمعالي يا رجال، حطموا الظلم، أزيلوا كل أشرار قوى، وارفعوا السيف وصولوا وابعثوا فينا الحياة. إن لله جنودا ورجالا لا تنام، كانوا للحق شهودا يتحدون الظلام. إن لله جنودا ورجالا لا تنام، كانوا للحق شهودا يتحدون الظلام. قد أعدوا للجهاد قوة ليست دليل، وكتاب الله هادي لسرايا المسلمين. أيها البدر تألق وأضيئ يا سماء، أقبل الفجر وأشرق ولواء الحق جاء، ولواء الحق جاء. أريد أن أجعل من طنجة قاعدة للانطلاق نحو الأندلس، وهذه المهمة تحتاج لقائد عسكري محنك، لا إلى مجرد والي للمدينة. نعم، أنت على حق أيها الأمير، لا بد أن تتحول مدينة طنجة من ولاية عادية إلى مقر لقيادة الفتوحات الحربية. إنك بحاجة إلى قائد شاب ذكي وملهم تختاره ممن تثق بهم. نعم، أدرك ذلك. من الأفضل تأجيل موضوع تعيين وال على طنجة الآن. لابد من القضاء على التمرد بشكل كامل قبل أي شيء آخر. إسبانيا وطن الأمجاد، إسبانيا تاج الأسياد، إسبانيا القوة، إسبانيا العظمة، تحيا إسبانيا. أيها الملك ألفونسو، أنت منذ هذه اللحظة ملك إسبانيا، خلفاً لوالدك الراحل الملك جيتشي.
أيها الملك. إسبانيا وطن الأمجاد، إسبانيا تاج الأسياد، إسبانيا القوة. أيها الحاضرون، الملك ألفونسو سيستقبل المهنئين وعلى رأسهم البطاركة والأساقفة الذين جاءوا من روما لإعلان تولي الابن الملك في هذا اليوم. كيف يتولى الحكم صبي لم يتجاوز 16؟ هل سيتمكن من حل المشاكل التي استفحلت في أثناء مرض والده الراحل؟ أم أن الأوضاع ستزداد السوء؟ إنه ليس صبيا، إنه خلف لوالده ملك إسبانيا. قد سمع الكلام عن الملك الجديد أيها الكون. لكنك تتحدث وكأنك لم تسمع شيئا. عذرا، إن أذني ليست مرهفة السمع مثل أذنك، إنك ماهر جدا في سماع كل ما يجري في أروقة القصر. حاكم سبتة الجميلة كون جوليان، أرجو المعذرة، كيف حال الكونتيسة سومينا؟ وأنت أيتها الصغيرة فلورندا، ستكونين ملكة إسبانيا عما قريب، أهلا بكم. شكرا جزيلا كونت تراغي، أنت من الجنود المقربين في قصر طليطلة. أيها الحاكم، لا يسعني إلا تقديم الشكر الجزيل، بعد قليل ستبدأ الليلة الخاصة للملك ألفونسو. لدينا بعض الخلافات مع قادة الجيش، يبدو أنهم يفضلون السياسة على القيادة. تقصد القائد الإفريقي على ما أظن؟ نعم، ذلك السيء. عن إذنكم أيها الحاضرون، هل من جديد في مشكلة متمردي الباسك؟ إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ هذا لا يهم القصر الآن، الاستعداد تام للذهاب على رأس حملة إلى هناك، ما رأيك أيها القائد؟ لقد ذهبت على رأس فرقة عسكرية إلى هناك، وتم حصار المتمردين في منطقة جبلية، ووصل خبر وفاة الملك جيتشا، فكانت العودة سريعة إلى هنا. عن إذنكم. كون جوليان، كيف حالك أيها الحاكم؟ وأنت يا فلوريندا الجميلة. هل لاحظت أنك أجمل فتاة في هذا الحفل؟ عن إذنك. يا للفظاعة، كم هو سيء هذا الرجل. إسبانيا القوة، إسبانيا العظمة. وصلني اليوم خطاب من أمير المؤمنين بالشام، لقد جعلني عاملا على إفريقية، إنه ليسرني أن أجعلك واليا على طنجة. أعلم يا طارق أنك جدير بأكثر من ذلك، لأنك قائد محنك وشجاع يستحق كل تقدير. طنجة أكثر من ولاية، إنها مقر قيادة الفتوحات الإسلامية في بلاد الأندلس. أشكرك جدا يا سيدي، وأرجو من الله تعالى أن يقبلني مجاهدا في سبيله. سأحاول أن أكون عند حسن ظنكم بي أيها الأمير. أنا واثق بقدراتك يا طارق، عليك أن تعمل على تقوية الجيش الذي سنعده في طنجة، فعما قريب سنبدأ بالتحرك تجاه الأندلس. هل يأذن سيدي باختيار من سيساعدني في مهمتي؟ طبعا يا طارق، طبعا، فلك كل الحق في اختيار قادة الجيش أيها القائد، ولكن عليك التروي في ذلك، فنجاح الفتوحات يقوم على أمور هامة. إن جيش المسلمين بلغ شواطئ الأطلسي بقيادة القائد عقبة بن نافع منذ 30 عاما، ثم توقفت الفتوحات الإسلامية غربية طنجة. أمام المسلمين الآن أحد الخيارين، إما التقدم باتجاه الجنوب نحو أواسط إفريقيا، أو متابعة التقدم نحو الشمال واجتياز المضيق الذي يفصل المتوسط عن الأطلسي. أمير المؤمنين متردد في التحرك تجاه الشمال، إنه يريد تجنب ركوب البحر، ولكنني كتبت له خطابا شرحت فيه أن الأمر ليس بالخطورة التي يظنها، وأنتظر جوابه بالموافقة إن شاء الله. إن شاء الله. سبت في قلبي وروحي، سبت في قلبي وروحي، لك حبي واشتياقي، لك حبي واشتياقي. مرحبا بقدومكم أيها الكون، أهالي سبتة كلهم في شوق إليكم. ونحن أيضا يا جيترانس، لا مثيل لسبتة في العالم قاطبة.
بالتأكيد أيها الكونت. أرجو أن تكون الأمور قد صارت جيدا. كل شيء على ما يرام، ولكن تم العلم أن المسلمين يزيدون تعزيزاتهم في طنجة. إنهم يفكرون في إسبانيا جيتلرز ولا يريدون سوءا بأهلها. هناك أمر آخر، لقد وصلت رسالة من طليطلة. ممن؟ من الإبنة فلوريندا. إذن هيا إلى القصر. لقد فعلها. ماذا في الرسالة؟ لا، المسكينة الصغيرة. ماذا هناك؟ أرجوك اهدئي. لقد خلع الإغريق ألفونسو عن الحكم، المخاطر المخيفة تحيط بها. ولماذا الخوف على فلوريندا؟ لقد تمت خطوبة فلوريندا إلى الملك ألفونسو كما تعلم، وريثما يتم الزواج التحقت بالمدرسة الملكية. أخشى أن يصيبها مكروه على يد الماكر الإفريق بعد أن نفى الملك ألفونسو إلى قرطبة. لا بد من حل، لا بد من حل. سترسل رسالة إلى الإفريق يتم إعلامه فيها أن أمها مريضة، وفي حال لم تنجح هذه الخطة فلا وسيلة إلا أن تختطف من المدرسة الملكية. ينبغي أن لا يكون هناك تمييز بين فئات المجتمع، ولا يجب أن تطغى إحداها على الأخرى. أرى أنك تحاول أن تفهمني شيئا يا سيركون. إنما أنقل لكم خلاصة دراساتي في حياة الشعوب أيها الملك. ثلاثة أساقفة يستأذنون للدخول أيها الملك. أدخلهم إلى قاعة الاستقبال، سأتي حالا. هل تحتاجون المساعدة أيها الأساقفة؟ تفضلوا. وهكذا بعد أن خلع الإغريق ألفونسو عن الحكم وقام باختطاف فلوريندا ابنة الكونت، أظهر امتنانه واعترافه بمساعدة الأساقفة له بعد اتخاذهم القرار بتوليه الملك، ولكنه مع ذلك أخبرهم بأنه قضى لهم الدين وسدد الحساب، ولكن الأساقفة حاولوا التشديد عليه حتى لا يتهاون مع الأريوثيين وأن يتابع ملاحقتهم ومعاقبتهم بأشد العقاب، وأن يقتلهم ويشنقهم في الساحات العامة. وعندما حاول أن يبرر لهم بأن اعتداء الأريوثيين كان سرقة فقط، انفعل الأساقفة وازداد غضبهم، ولكنه قام بتهدئتهم ووعدهم بتنفيذ ما يطلبونه ومعاقبة من يعادونهم حالا. لا شك أن هذا لا يعجبك، أليس كذلك؟ سيركون، الفرق بين الملك وبينك كبير، فالملك يحاول أن يعالج المشاكل بطريقته الخاصة. يا جنود الله كونوا واستعدوا للقتال. المحيط الأطلسي هنا حيث وقف البطل العظيم عقبة بن نافع. إلى الغرب من تلك الربوة تقع مدينة طنجة حيث توقف الفتح المبارك. أرجو أن يحقق الله على أيدينا الخير والعدالة للإنسانية جمعاء. هنا ينتهي البحر الأبيض المتوسط ويبدأ المحيط الأطلسي في آخر نقطة من إفريقيا. آخر نقطة؟ أين ينتهي هذا الطريق إذن؟ إنها آخر نقطة من جهة الغرب، أما إذا اتجهت جنوبا فستجد البلاد الحارة. هذا يعني أن ذاك الطريق يقود إلى قبائلنا، وتلك البلاد وراء البحر هي لقبائل مسلم. نعم، إنها الأندلس. الأندلس. المعنويات مرتفعة جدا أيها القائد، مقر القيادة على وشك الانتهاء، لا أصدق أن عملية البناء تمت بهذه السرعة. سيحقق هؤلاء المجاهدون نصرا مؤزرا بإذن الله. يا جنود الله استعدوا للقتال، جهزوا الخيل والأرجل يا رجال. الله أكبر، الله أكبر.
أتعلم؟ إنني أفكر ببناء مسجد كبير يا عمر. فكرة عظيمة أيها القائد. سنتحدث في ذلك مع البنائين بعد الصلاة. نحمد الله الذي رزقنا نعما كثيرة، واستطعنا أن نعقد أول اجتماع لنا لمقر القيادة الجديدة بفضله وكرمه. سيكون اجتماعنا القادم في المسجد الكبير بإذن الله. ستبدأ حملة الفتح قريبا أيها القائد، وأرى أنه لا ضير من أن نعطي الجنود فترة من الراحة ريثما يأتي إلينا أمر الخليفة ببدء الحملة إن شاء الله. لا، لن نخلد إلى الراحة أبدا، فمن المتوقع أن يأتي الأمر ببدء حملة الفتح في أي وقت. اقتربوا مني جميعا. ربما كان البعض منكم يعرف ما سوف أقوله لكم الآن. هنا طنجة، نقطة تمركزنا، وهنا المحيط الأطلسي إلى الغرب، وهذا هو البحر الأبيض المتوسط، وهذه سبتة أقرب نقطة إلينا، وهنا القيروان مقر أميرنا موسى بن نصير، وهذه هي بلاد الشام مقر الخلافة حيث يقيم أمير المؤمنين. لقد انطلقت الفتوحات من الشام حتى وصلت إلى طنجة، وانتظرنا لسنوات طويلة، وقد حان الوقت لنتابع الفتح العظيم ونجتاز البحر نحو الأندلس. وفي رأيي إن مفتاح ذلك إنما يكون باجتياز هذا المضيق هنا في هذه النقطة تماما، وأرجو أن يتحقق هذا الأمر الجليل على أيدينا. تعلمون أنه في العالم الآن قوتان كبيرتان، قوتنا وقوة روما وبيزنطة. في هذا الموقع كما ترون أميرنا موسى بن نصير يتطلع للوصول إلى الأندلس، ومنها إلى روما ثم بيزنطة من جهة، ومن جهة أخرى أن يلتقي المجاهدين في سبيل الله في آسيا الصغرى الذين يحاولون فتح القسطنطينية. لسنا دعاة حرب ودمار أيها القادة، إنما نبغي من هذا الفتح أن نلغي ظلم رجال الكنيسة في أوروبا، وأن ننشر العدل والمساواة في هذه البلاد. وهدفنا هو تبليغ دعوة الإسلام السمحة، ونطلب من الله عز وجل أن يحقق ذلك على أيدينا في أنحاء الأرض كافة. وعما قريب سيأتينا الخبر لبدء التحرك إن شاء الله. لا يجوز للقادة أن يتعبوا أنفسهم هكذا. يبدو أنك تنوي بناء المسجد بنفسك أيها القائد. هيا إلى الأمام، حاولوا جديد كامل قوتك. يا إلهي يا إلهي، هيا صعدونا. وصلنا طنجة، الله أكبر، أسرعوا لإنقاذ الجنود. هيا مرة أخرى. أدرجنا. هيا الله أكبر. أعطوهم ملابس جافة، أطعموهم وضمدوا جراحهم، أحسنوا وفادتهم. هيا أسرع. أصبح الوضع لا يطاق، تحولت بلادنا إلى سجن كبير، الاستبداد والطغيان يتصاعدان يوما بعد يوم، لذلك فررنا وحاولنا اللجوء إلى سبتة. نرجو منكم أن تساعدونا على الوصول إليها أيها القائد. سنقدم لكم العون والمساعدة، وإذا شئتم البقاء عندنا فعلى الرحب والسعة. إسبانيا وطن الأمجاد، إسبانيا تاج الأسياد، إسبانيا القوة، إسبانيا العظمة، تحيا إسبانيا. أيها الملك، ماذا تحمل من أخبار؟ في الليلة الماضية
ألقي القبض على 3 أشخاص ملثمين. ماذا تقول أيها الأحمق؟ لقد حاول الدخول إلى المدرسة الملكية. وما غرضه من ذلك؟ لم نعرف بعد أيها الملك، ولكنني أعرف. زيدوا الحرس حول المدرسة واستجهموا الذين قبض عليهم، لا بد أن هناك من يحاول الهروب. أمرك أيها الملك. أيها الملك، لدي خبر غير سار، لقد فرت فلوريندا من المدرسة الملكية في الليلة الماضية. ماذا تقول؟ ماذا تقول أيها الأحمق؟ كيف يمكن أن يحصل مثل هذا الأمر؟ لابد أن تجدوها مهما كان الثمن. استجهموا الجميع، إلجأوا إلى العنف إذا اقتضى الأمر. هل تفهم؟ أمرك. اسمع، راقبوا طريق قرطبة، ستتجه إلى ألفانسو حتما. سبت في قلبي وروحي، سبت في قلبي وروحي، لك حبي واشتياقي، لك حبي واشتياقي. أعداد اللاجئين إلى سبتة فرارا من طغيان الإذريق يزداد يوما بعد يوم. إذا استمر الحال هكذا سنواجه بعض الصعوبات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. تعال أيها الصغير، خذ هذه لك. شكرا لك. أرى أن نفرض رسوما على كل سفينة تلجأ إلينا، ما رأيكم بذلك؟ أيها الكونت، أيها الكونت، لقد وصلت رسالة للتو. هاتها. تفضل. نية الإذريق تجاهي خبيثة جدا يا أبي، لذلك سأهرب من المدرسة هذه الليلة بمساعدة بعض الرجال المخلصين لك. لا تقلق، سأحاول الانضمام لألفونسو في قرطبة. هذه آخر حمامة من تلك التي أعطيتني إياها، أرجو أن تصل إليكم. ابنتك المحبة فلوريندا. حان وقت تبديل الحرس. لقد ظهر الفرسان المسلمون. أيها الكونت، وصل الفرسان المسلمون. استدعوا المؤرخ سيركون بسرعة. هيا. طارق بن زياد والي طنجة، إنه الوالي الرابع منذ عقبة بن نافع الذي يزور سبتة. تعال يا سيركون، أرجو أن تكون قد ارتحت من عناء السفر الطويل. نعم، ولكن راحتي الكبرى كانت في الفرار من قصر الإذريق دون أن أصاب بمكروه. وما أخبار إسبانيا؟ هل الأوضاع على حالها؟ نعم يا حضرة الكونت، الأوضاع هناك في غاية السوء. الإذريق قد جن وهو مستعد لفعل أي شيء. لقد قام بسجن زميلات ابنتكم فلوريندا في المدرسة الملكية لاستجوابهن حول هروبها. إنه مجنون تماما. طاغية، إنه ليس من صنف البشر، لابد من إيقاف ذلك المجنون. هيا بنا الآن لنستقبل ضيوفنا. هيا. لن يوقف الإذريق عند حده إلا المسلمون أيها الكونت. لقد كنت قبل سنوات في بلاد الشام ومصر وأعرف المسلمين جيدا. سوف يصل الإسلام قريبا إلى كل مكان، إنه ينتشر بسرعة. المسلمون على وشك التقدم باتجاه إسبانيا، لقد انتظروا طويلا في طنجة ولن ينتظروا أكثر من ذلك. لولا أنني أخشى أن أتهم بالخيانة لحملت المسلمين على ظهر السفن إلى إسبانيا. طارق بن زياد ولي طنجة المبجل، أهلا بك في سبتة. شكرا لك أيها الكونت. تفضل وليتفضل رجالك الأكارم. بكل سرور أيها الكونت المتعاون. أرجو أن تشعروا أنكم في بلدكم وبين أهلكم. لعلكم لاحظتم علم القسطنطينية مرفوعا فوق السفن. إن هذه السفن تمر من مينائنا بموجب اتفاق تجاري، وهذا بالطبع ليس موجها ضد المسلمين.
أقدر الوضع يا كونت. على أي حال ابتداء من الآن سنرفع علم المسلمين في الميناء أيضا لنؤكد بذلك صداقتنا الدائمة لكم. إن معرفتنا قديمة أيها الكونت. نعم لقد حرص الولاة السابقون على وصل علاقات بيننا وبينكم. نحن أيضا مستعدون ونرغب لكم النجاة والسعادة الحقيقية أيها الكونت. شكرا جزيلا. نحن أيضا مستعدون لخدمتكم ومساعدتكم بكل ما نملك وبأي وقت تشاءون. في الحقيقة أيها الكونت نفكر في إرسال سرية استكشاف إلى الضفة الأخرى ولا مانع لدينا من مساعدتكم. أنا موافق أيها القائد، سأحمل رجالك على سفني في أي وقت تحدده. لقد جاءك ضيف من القيروان يا سيدي. أهلا 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 وسهلا بك. كيف حال القيروان وأهلها؟ الحمد لله على ما يرام، لقد أرسلني الأمير إليك. خيرا إن شاء الله. القائد موسى يقرئك السلام ويود الاطمئنان على الأحوال هنا في طنجة. وعليه السلام ورحمة الله. تفضل أخبرني أرجوك، هل هناك أي أخبار عن الإذن ببدء حملة الفتح؟ ما زال الأمير ينتظر. علمتني الأيام الكثيرة عن طبيعة الجنود، لابد لهم من العودة إلى القتال، وإلا فإنهم سيتراخون. أحاول دائما شد عزائمهم وأحدثهم عن تلك اللحظة التي سينطلقون بها للجهاد في الأندلس. هذا أملنا. كلفني الأمير موسى بأن أنقل إليك موافقته على إرسال سرية استكشاف إلى الأندلس. هل أنت جاد فيما تقول؟ لقد سرني ذلك فعلا. سيكون هذا الأمر مبعث غبطة وسرور لجميع المجاهدين. لقد وعدنا حاكم سبتة أن يحمل جيوشنا على ظهر سفنه، بإمكاننا إرسال السرية الآن. نعم إن ذلك سيدخل السرور أيضا على قلب الأمير. سبت في قلبي وروحي، سبت في قلبي وروحي، لك حبي واشتياقي. مرحبا. تعال أيها المؤرخ سيركون، تفضل بالجلوس. أنا من الذين تروق لهم صحبة المؤرخين. هل تعلم؟ إلى الآن لا يوجد أي خبر عن ابنة فلورنتا. يبدو أنها لم تذهب إلى ألفونسو. لا علينا، طارق بن زياد قرر إرسال 500 رجل في سرية استكشاف إلى إسبانيا. سأنقلهم على ظهر مراكبي ولن نحتاج إلى مراكب إضافية. ما رأيك؟ وماذا بإمكان طارق أن يفعل 500 رجل؟ ما هي نية هذا الرجل؟ هل تعرف يا كونت؟ لا أعلم تماما. صحيح أنه شاب حديث السن، إلا أنه يتصرف بحكمة الشيوخ وحذرهم. لقد كان قرار الأمير موسى بتوليه قيادة الجيش قرارا حكيما. وهل ستذهب المراكب إلى طنجة أيها الكونت أم سيأتون إلى هنا؟ لا، سيكون الانطلاق من طنجة بالطبع. أرغب بالمغادرة إلى طنجة مع هذه المراكب أيها الكونت. خيرا يا سيركون، هل هناك شيء لا نعرفه؟ في الحقيقة أيها الكونت، إني مسلم منذ أمد بعيد، إلا أنني لم أخبر مخلوقا بهذا الأمر خوفا من القتل. كان الكونت يود سيركون كثيرا، وعندما علم بإسلامه صارحه بحقيقة رغبته في الدخول في الإسلام، فشجعه سيركون وأنطقه الشهادتين فورا، ففرحا فرحا شديدا على نيلهما هذه النعمة العظيمة. اربطه جيدا. كم استغرقت رحلتكم؟ يومان فقط. أيها القائد، عذرا، هناك رجل مسن يريد التحدث إليك، لقد وصل مع السفن القادمة من سبتة. السلام عليكم أيها القائد طارق بن زياد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل، ما حاجتك؟ إنني قادم من إسبانيا، أنا مؤرخ القصر وأدعى سيركون. لقد أسلمت والحمد لله وجئت لألتحق بكم. تعال يا أخي، فبهذا النجاة والسعادة الحقيقية. أنت الآن أخ كريم لنا، أرجو أن تعتبر نفسك بين أهلك.
هل تسمح لي بمرافقتكم إلى إسبانيا أيها القائد؟ أهلا يا أخي، على الرحب والسعة. أيها المجاهدون، ستبحرون إلى الأندلس بإذن الله كسرية استكشاف بقيادة القائد طريف بن مالك. كونوا له خير عون، نفذوا أوامره ولا تعصوه أبدا. ليست هذه حملة الفتح كما تعلم أيها القائد، إنكم لن تبقوا هناك سوى أيام قليلة. خذوا حذركم جيدا يا رجال، ساعدا أخاكم طريفا في مهمته. في سبيل الله سارت من تجاه هذه الجموع، تنشر الإسلام دينا بين هاديك الربوع، تحمل البشرى بخير ورجال مؤمنين، ملأوا الآفاق عدلا وأمانا في سنين. في سبيل الله سارت من تجاه هذه الجموع، تنشر الإسلام دينا بين هاديك الربوع، تحمل البشرى بخير ورجال مؤمنين، ملأوا الآفاق عدلا وأمانا. أراك تحمل الكثير من الرسائل. أجل أيها الملك، كلها من الجنود، ولقد قمت بالاطلاع على بعضها. جميعها تشير إلى اجتياز فرقة من المسلمين البحر عن طريق سبتة، وهي مؤلفة من نحو 500 رجل كما يقولون. ماذا تقول، 500 فقط؟ نعم أيها الملك، هذا ما ورد. حاكم سبتة ساعدهم في نقل الجنود. جوليان ساعدهم؟ يصعب فهم هذا الرجل. هل من أخبار عن فلوريندا؟ هذه رسالة من الحاكم تاو. هيا اقرأها. إنه يقول: قل بسرعة. لقد تم القبض على فلوريندا وهي في طريقها إلى سبتة. لا أصدق، أحق ما تقول؟ نعم، ويقول إنه سيأتي بها إلى طليطلة. مرحلك يا تاو، أحسنت. إنه واحد من رجالي المخلصين الذين يعتمد عليهم. هناك جبل يدعى الجبل الأبيض، فيه كهوف كثيرة، وهذا أضيق مكان في الخليج. إنه يقع مقابل سبتة من الجهة الأخرى. اسمع يا مسلم، لماذا لا نتحدث مع القائد الطريف ليسمح لنا باستكشاف ذلك المكان؟ شواطئ الأندلس من ناحية الشرق عالية كالحصن، أما من ناحية الغرب فهي أقل ارتفاعاً. هاي، هل هناك أحد؟ أهلاً أهلاً بكم، هل أنتم من المسلمين الذين عبروا الخليج بالأمس؟ لقد انتشر الخبر بسرعة. مرحباً بكم، تفضلوا بالدخول. بماذا يمكنني أن أخدمكم؟ شكراً لك على حسن استقبالك. أهلاً بالمسلمين الأبطال. وماذا ستقدم لنا؟ عذراً يا سيدي، لقد نسيت. جهزوا الطعام بسرعة، هيا. لم نرى أي جندي هنا في أطراف المدينة. غادروا جميعا ليلة أمس، يقال إنهم قبضوا على فتاة متنكرة في زي رجل تطلب من أصحاب القوارب أن يساعدوها في العبور إلى سبتة. إنها فلوريندا يا مسلم. فلوريندا ابنة الكونت؟ نعم فلوريندا، بالطبع هي فلوريندا. كيف لم أنتبه لذلك؟ سأخبر الكونت جوليان حالا. انتظر، ستخبره فيما بعد. هل تعلم إلى أين سيأخذون الفتاة؟ سيأخذونها إلى قرطبة، إنهم من رجال الحاكم تاو، وستنقل بعد ذلك إلى طليطلة. لنلحق بهم. أعتقد أنهم وصلوا قرطبة. إذا أردتم اللحاق بهم فعليكم أن ترابطوا على طريق طليطلة، سيمرون من هناك حتما. بسرعة، يجب ألا نضيع الوقت. لكنكم لم تتناولوا طعامكم بعد أيها السادة. أظن أن المكان مناسب من هنا، ولكنه مكشوف تماما. لا عليك، ستسد الصخور عليهم الطريق. إنها فكرة ممتازة يا مسلم، إذا أتوا في الليل سنصطادهم واحدا واحدا. أرجو أن تنجح هذه الخطة. هيا يا رجال لنبدأ بالعمل، هيا. أرجو أن لا يطول انتظارنا في هذا المكان، إنه موحش جدا. ينبغي أن يبقى الحارس مستيقظاً، وإلا سيباغتوننا ونحن نيام. إنني متعب جداً. ماذا حدث؟ هل وصلوا؟ إنهم قادمون.
قادمون. لا تصرخ، سيسمعون صوتك ويكشف أمرنا. استعدوا. يجب أن نطفئ النار أولا ولنأخذ مواقعنا في الحال. ما هذا؟ توقفوا، الطريق مسدود، يبدو أنها تدحرجت من الأعلى. هيا ساعدوني على فتح الطريق. ما هذا؟ يبدو أنها أخمدت حديثا. كمين، لقد وقعنا في كمين. تفرقوا، تفرقوا جميعا. استسلموا، أنتم محاصرون، المقاومة لن تجدي. ألقوا أسلحتكم فورا. لا تقاوموا، لقد وقعنا في الفخ. اخرج من العربة واستسلم، وإلا قضينا عليك أيها الحاكم تاو. نعلم أنك في الداخل، هيا اخرج فورا. من أنت؟ أنا من يبغضك ويبغض ملكك الإذريق. أين الفتاة؟ تعلمون إذن ما تحمله العربة. حسنا، إذا قمتم بأي حركة سأقتل الفتاة. أنا أحذركم، لن أتورع عن قتل الفتاة، هل تفهمون؟ لا يمكنك أن تفعل يا تاو، إذا قتلتها سيقتلك الإذريق، هذا إن أفلت من أيدينا. أنا لا أمزح، قلت لكم سأقتل الفتاة. يا لضعفك، أحضر حصاني بسرعة. لا تتحرك وإلا ستندم، قلت لك استسلم يا تاو، لا فائدة من العناد. لقد أفلتت. أحسنتم يا رجال، الحمد لله. هيا اربطوا الأسرى ولنغادر هذا المكان فورا. مرحبا أيها القائد. أهلا بكم، جئت لأشكرك على إنقاذ رجالك لابنتي، هذا صنيع لن أنساه لكم طول حياتي. أنتم أيضا قدمتم لنا المعونة ولن ننسى فضلكم أبدا، تفضلوا. إن أهالي إسبانيا أحبوا جنودكم لما لمسوه من خصالهم الكريمة، إنهم ينتظرون قدوم جيش المسلمين بفارغ الصبر. هذا يسرنا أيها الكونت، غدا سيعود القائد طريف ورجاله وسنرى ما فعلوا هناك. السلام عليكم أيها القائد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي أخبار سارة. أهلا بعودتكم سالمين، ما الأخبار؟ لقد أنجزت المهمة بنجاح كما تحب وترضى أيها القائد. إنها بشارة عظيمة، الحمد والشكر لك يا الله. كيف حالك يا عمر؟ طوبى لك، لقد وطئت قدماك أرض الأندلس قبلي. لله الحمد. هيا أيتها الحمامة، بلغي سلامنا إلى القيروان. تحمل البشرى بخير ورجال مؤمنين، بلغوا الآفاق عدلا وأبالا. من هذا؟ وصل رسول الأمير موسى بن نصير يا سيدي. القائد مغيث الرومي هنا في طنجة؟ يا مرحبا. أيها الأخ العزيز طارق، كيف حالك؟ عندي لك خبر سيعجبك، لقد أتى الأمر بالتحرك لفتح الأندلس. أحقا ما تقول؟ وسيأتي الأمير موسى بن نصير بجيشه بعد يوم أو يومين. لقد انتظرت هذه اللحظة أياما طويلة. سيتحقق حلمك أخيرا يا طارق، ما بعد الصبر إلا الفرج. لك الحمد والشكر يا رب، لك الحمد والشكر يا رب. الله أكبر، لم تزل في مسمع الدنيا صدى. الله أكبر، الله أيها المجاهدون، أرجو من الله أن يتم لنا هذا الأمر ولا يخيب رجاءنا، وأن يرزقنا بفتح ونصر قريب. ستقوم السفن بنقل 7000 جندي إلى الضفة الأخرى من البحر، وسيتم ذلك غدا مساء إن شاء الله. أيها الأبطال، استمعوا إلي جيدا،
إنكم ذاهبون إلى الأندلس مجاهدين في سبيل الله لا غزاة طامعين، والجهاد كما تعلمون هو تبليغ دين الحق للإنسانية جمعاء. أنتم ذاهبون إلى الأندلس لنشر دين الله وليس لاستعباد الناس. لا تقربوا من النساء والأطفال والشيوخ، اتركوا أصحاب الصوامع وما تفرغوا له، لا تتعرضوا للمزارعين بسوء، لا تقطعوا غصنا من شجرة، ولا ترفعوا سلاحكم إلا في وجه من يرفع سلاحه ضدكم، واعلموا أنه لئن يهدي الله بكم رجلا واحدا خير لكم من حمر النعم. اتقوا الله وإياكم أن تخرقوا حدا من حدود الله. وأخيرا أوصيكم بطاعة قائدكم طارق بن زياد وأن تمتثلوا لأوامره امتثالا تاما. وفقكم الله ونصركم على أعدائكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها القائد استعن بالله ولا تعجز، أذكرك بأمر الخليفة، إذا دعتك الضرورة للانسحاب فانسحب بحكمة وذكاء. الله أكبر كبير جند العقيدة أقبير، الله أكبر كبير جند العقيدة أقبير، وتهلني يا أرض أندلس لأنوار الهدى. الله أكبر من تزل في مسمع الدنيا صدى. الله أكبر، 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 سمع الله لمن حمده، الله أكبر. يزأر الإذريق بصوته القبيح مصرحا بعد عودته إلى تلك الجبال وهو ملك أن لا رغبة له هذه المرة بالرجوع خاليا، حيث في المرة الماضية أفلت منه المتمردون في نفس المكان، معلنا لبرغاس أن ذلك لا يرضيه. ولكن الكهوف، الكهوف، الكهوف. أيها الملك، شوهد المتمردون أنفسهم في منطقة أخرى من الجبال. وكيف عرفتم أنهم المتمردون؟ لأن بينهم المصارع ذو القرن الواحد. ماذا قلت؟ المصارع ذو القرن الواحد؟ ذلك الكابوس سنقطع قرنه حالا. أيها الملك، إن تقدمت أكثر ستكون في متناول سهامهم. ابتعد. كيف وصلوا إلى هناك أيها الضعفاء؟ بواسطة الكهوف التي تربط الجبال بعضها ببعض، هذا ما قاله المتمرد الباسكي الذي قبض عليه اليوم أيها الملك. أيها الملك، أيها الملك، المسلمون اجتازوا البحر ووصلوا إلى الشواطئ الجنوبية وبأعداد كبيرة جدا. بأعداد كبيرة؟ إسبانيا وطن الأمجاد، إسبانيا تاج الأسياد، إسبانيا القوة. ليتم العفو عن جميع المساجين الذين يرغبون في القتال. تقولون إن ألفونسو جمع جنودا ويريد الالتحاق بجيش الملك سيقاتل في الصفوف حقا؟ قولوا أيها الملك إنه سيقاتل من أجل إسبانيا. ما بك يا برغاس؟ لماذا دخلت علينا مسرعا؟ هل لديك أخبار جديدة؟ انضم متمردو الباسك وقد حضروا طليطلة الآن. والآن كم يصبح العدد بعد انضمامهم؟ بعد انضمامهم سيكون العدد 60,000 أو أكثر، وهناك من سيلتحق أيضا في الطريق أيها الملك. سيكون التحرك والهجوم غدا صباحا.
الحمد لله الذي من علي بالحياة لأكتب عن هذه الأيام الخالدة. إنه الأسبوع الثاني لاجتيازنا البحر إلى إسبانيا. المدن في الجنوب استسلمت دون مقاومة، وارتفعت فوق قلاعها رايات الإسلام والحمد لله. وحسب ما ورد إلينا من أخبار، نزل الإطريق بجيشه باتجاهنا بقوات كبيرة. هذا الخبر أثر في المسلمين تأثيرا بالغا. وأما القائد طارق فقد أرسل يطلب الإمدادات فورا من الأمير موسى بن نصير. لا يمكن أن تصل الإمدادات قبل أسبوعين، ونحن لا نستطيع البقاء أكثر من أسبوع واحد فقط. سيدي سيدي، لقد وصل رسول الأمير موسى بن نصير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل تحمل لنا أخبارا سارة؟ أعطني. سنرسل لكم 5000 رجل، وسيصلون إليكم خلال أيام بإذن الله، وعندها يصبح عددكم 12,000 مقاتل. سيدي، وصلت آخر سفينة من طنجة. لقد رست جميع السفن ونزل منها الجنود بخير وسلام. تعال معي أيها القائد. اسمع، إني آمرك بإحراق جميع السفن، لا تدع واحدة منها. ماذا؟ أحرق جميع السفن؟ هل أنت جاد يا سيدي؟ نعم جاد تماما. اذهب وأحرق السفن حالا. إسبانيا وطن الأمجاد، إسبانيا تشوي الأسياد، إسبانيا القوة، إسبانيا العظمة، نحيا إسبانيا. كان الظن أنهم أقوياء، إن نصف الجيش يكفي لهزيمتهم ورجوعهم. أيها الجنود، أيها الجنود، مراكبنا تحترق. هل أغار العدو علينا؟ أيها الجنود، أيها الجنود. أيها المجاهدون الأبطال، إن ذلك الدخان الذي ترونه هناك يتصاعد هو من سفوننا، وقد أمرت بإحراقها جميعا. أيها المقاتلون، اعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام. أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة، وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم. وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا، ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجرأة عليكم. فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية، وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت. واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالألذ كثيرا، وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عزبانا، ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارا وأختانا، ثقة منه بارتياحكم للطعان وإسماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان. واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه، وأني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق، فقاتله إن شاء الله، فإن هلك فقد كفيتم أمره، وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه واحملوا بأنفسكم عليه، فإنهم بعده يقتلون. أخيرا التقى الجيشان شرقي شاطئ نهر إشبيلية، حيث سار المسلمون إلى أواسط إسبانيا مسيرة يوم واحد. ووصل جيش الإدريق إلى ساحة المعركة بعد يوم من استقرار المسلمين في الساحة. لن يهجموا هذه الليلة، لابد أنهم متعبون ومنهكوا القوى. إنهم كثيروا العدد والعتاد أيها القائد. ما بك يا عمر؟ ألم تقرأ قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ لا أظن أنهم وتمادى الإذريق الضال بسخريته من المسلمين، ف
فكان يردد أنهم حال رؤيتهم لجنود الإسبان سيهربون إلى إفريقية فورا. في مكان فرقة الخدم وحل كثير، هل يأذن سيد؟ اذهب من هنا ولا تسألوني عن هذه الموضوعات السخيفة. مكانهم فيه وحل، كأن الإقامة دائمة هنا. أيها الملك، ما بك؟ رسل طارق بن زياد يريدون مقابلتكم. وكعادته القبيحة يسخر ويبين أنهم جاءوا للاستسلام والضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. من قائد جيش المسلمين طارق بن زياد إلى لذريق ملك إسبانيا. لذريق جاءه الحق كالكنز بين يديه، لكنه متكبر متغطرس. إنه أحد قادة الجيش ومساعد القائد طارق بن زياد أيها الملك. حسن، ليقرأ ولكن بإيجاز. أيها الملك، إن ديننا الحنيف يأمرنا أن نخيركم إذا دخلتم دين الإسلام وألقيتم أسلحتكم. رد الحق ولم يقبل بالإسلام أو التسليم بالجزية، فازداد ضلاله وهلاكه. إذا دخلتم دين الإسلام وألقيتم أسلحتكم دون قتال، فلن يمس الأذى أحدا منكم، أو عليكم دفع الجزية، وإلا فإن الحرب. كفى، اخرجوا من هنا فورا وقولوا لقائدكم إنني لن أرضى أن يقابلني إلا مستسلما. الله أكبر، الله أكبر. هيا أيها الرجال قوموا إلى صلاتكم. الله أكبر. كيف سنشرب هذا الماء؟ معك حق، إنه كدر جدا. وما غايتهم من ذلك؟ الأمر جلي، يريدوننا أن نموت عطشا. لن يستفيدوا شيئا من تكديرهم للماء، فهذا لن يثنينا عن الاستمرار في تحقيق هدفنا. الأمر مريب، أشعر أن هناك شيئا ما يحدث. اجمع عددا من الفرسان واجتازوا النهر لمعرفة جلية الأمر. في هذا اليوم حدثت بعض الأحداث التي لا تصدق. كسب طارق بن زياد من خلالها فرصة لا تقدر بثمن. حدث ذلك عندما بعث رجاله لتقصي السبب وراء كدر الماء. كانت فرقة الخدمة التابعة للإسبان تجتاز النهر إلى الضفة الأخرى واتجهت غربا، ومعها المؤونة والمتاع وبعض الشخصيات المهمة، لتكون في مأمن من الخطر وبعيدا عن أرض المعركة. وبحركة ذكية تم تطويقها من قبل المجاهدين المسلمين واستسلموا جميعا. قام الرماة على ضفة النهر بمنع أي مساعدة يمكن أن تصل إليهم، وبذلك كسب جيش المسلمين الجولة منذ البداية وحاز مؤونة جيش لذريق وقوته، فأحبطت معنوياته تماما. كيف حدث هذا أيها النائم؟ أيها المجاهدون، بفضل الله تعرض الإسبان اليوم لهزيمة كبيرة بعد أن أسرنا رجالهم وحصلنا على مؤونتهم وأقواتهم، لذلك سيهجمون علينا بكل قواتهم وفرسانهم المسلحين بالدروع. سيعبر فرساننا النهر إلى الغرب وسيقاتلون لفترة قصيرة، ثم يفرون متظاهرين بالهزيمة ويعبرون النهر عائدين. وعندما يلحق بهم الإسبان ستحيق بهم الكارثة، لأن دروعهم الثقيلة وسهام رماتنا على الضفة الأخرى ستجعلهم يغرقون في النهر، وسيكتب لنا النصر بإذن الله. أكبر. إسبانيا وطن الأمجاد، إسبانيا تاج الأسياد. أيها المقاتلين هيا للقضاء عليهم. هجوم إسبانيا. أدع جنود العدو هجومهم. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. هجوم، واستعدوا للقتال، جهزوا الخيل وركبوا للمعالي يا رجال. احكموا الصمة أزيروا بالأشرار والبأس.
انتفوا عليهم من الجانب الأيسر، لا تتركوا أحدا منهم على قيد الحياة. هيا تراجعوا تراجعوا، لا تتركوهم، الحقوا بهم وقفوا عليهم. هيا يا جنود الله واستعدوا للقتال، جهزوا الخيل ولبوا للمعالي يا رجال، حطموا كل من الأشرار وارفعوا السيف رسول الله. إنها مكيدة، تراجعوا تراجعوا، أزيل ظل أشرار تبع وارفعوا السيف وصولوا وابعثوا فينا الحياة. وهكذا ابتلع قاع النهر الجنود الإسبان مع خيولهم وخسروا خسارة فادحة لم يكن يتوقعها أحد، وانتهت بذلك أول جولات المعركة بانتصار ساحق للمسلمين. وأمضى العدو بقية يومه في محاولة جمع شتات الجيش من النهر. وفي ليلة اليوم الأول من المعركة قام المسلمون بحفر الأماكن لتمركز الرماة على ضفة النهر. يبدو أن طارقاً كان يريد إطالة مدة الحرب لكي ينهار جيش العدو الذي خسر المعونة وكثيراً من الرجال. العالم كله سيضحك بعد هذه الهزيمة الساحقة. اليوم الثاني، حدثت اليوم بعض المناوشات، إلا أن جيش العدو لم يستطع مواصلة القتال. يبدو أنه لم يفق من الصدمة بعد هزيمة الأمس. ابحثوا عن الأماكن غير العميقة في النهر لنعبر منها. اليوم السابع، استمرت المناوشات وحاول فرسان العدو عبور النهر، فتصدى لهم رماة المسلمين وأرغموهم على التراجع. إحساسات متباينة تنتابني اليوم، يبدو أن العدو سينهزم، خاصة مع ورود أنباء عن بدء تراجعه إلى أعالي النهر نحو الغرب. غدا سيكون يوما حاسما بإذن الله. أيها المجاهدون الأبطال، يا طلائع الإيمان، لقد قمتم بعمل عظيم سيظل نبراسا يضيء الطريق للأجيال القادمة. لقد ألحقتم الخسائر الفادحة في صفوف العدو بفضل الله وعنايته سبحانه وتعالى. غدا سنهزمهم شر هزيمة إن شاء الله. خلال الأيام الماضية أنهكت قوى المقاتلين الإسبان وأصبحوا في غاية التعب والإرهاق، معنوياتهم محطمة، أقواتهم قليلة، وعزائمهم خائرة. لذلك أريد منكم أن تخلدوا إلى النوم والراحة اليوم، وغدا وبعد صلاة الفجر سننقض عليهم بسرعة ونفاجئهم. سنحاول تمزيق صفوفهم وإلحاق الهزيمة النهائية بهم إن شاء الله. اليوم الثامن، مع طلوع الشمس وانقشاع الظلام بدأ المسلمون هجومهم على العدو بعد صلاة الفجر. انقضوا على الإسبان كالصقور الجارحة. يتقدمهم قائدهم الشجاع طارق بن زياد، باغة العدو المتعب الذي سارع أفراده إلى أخذ مواقعهم وتنظيم صفوفهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبيروا جند العقيدة أكبيروا، الله أكبر كبيروا جند العقيدة أكبيروا، وتهلوا أكيا ترسم لأنوار الهدى. فليتقدم الفرسان إلى الأمام وليرجع الفرسان. أيها الملك، الفونسو فر من ساحة القتال. ليس له ولاء،
كان متوقع ذلك منه، ولكنكم لا تسمعون الأوامر. على كل سوف يحاسب في الصباح. فرسانهم يهجمون بكل قوتهم أيها الملك. بدأت الأمور تفلت من الملك الإذريق. لقد دبت الفوضى في الصفوف. يبدو أنها معركة خاسرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كبير لن تكون بحاجة إليه بعد الآن أيها الملك. الحمد لله الذي أكرمني بكسر رأس الباطل وقد سبقني إليك رجالي المجاهدون. اتركني، اتركني. انتشر خبر موت الملك بين الجنود سريعا، ففروا هاربين من المعركة. وهكذا انتصر جيش المسلمين وأصبح الطريق مفتوحا باتجاه طليطلة العاصمة. بعد ذلك تابع طارق فلول الفارين، لأن الأخبار وردت إليه بأن العدو يجمع قواته من جديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وصل طارق بن زياد طليطلة وفتحها، وحين انقضى الشتاء سار الأمير موسى بن نصير لاستكمال فتح الأندلس وفتح مدنا كثيرة، ولم يمر بموضع إلا وفتحه الله عليهما. والتقى أخيرا بطارق في طليطلة. بعدها تابع المسلمون الفتح العظيم بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد، فبورك الأبطال المجاهدون، وبوركت أمة عظيمة أنجبت أولئك القادة الغر الميامين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر، كبير جند العقيدة أقبل. الله أكبر، كبير جند العقيدة أقبل. وتهلني يا أرض أندلس لأنوار الهدى. الله أكبر، لم تزل في بسمع الدنيا صدى.